السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جهاز الجي 32 أصاب به مشكل يحرق الليدات، حيث أن خارج درايفر الليدات مرتفع 234 فولت، والباور سبلاي هنا يوجد به تشبر واحد، من المفروض أن أجد 13 فولت و 119 فولت خارج درايفر الليدات. هذا الارتفاع في الفولت أيها الأصدقاء قد يكون من البريماري باور بريماري أو من السكونداري، والسكونداري لدينا بها درايفر ليد. إذا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الارتفاع، هل من الباور بريماري أم من درايفر ليد، نتبع هذه الخطوات. نقوم بالقياس، قياس مخارج الباور في وضع ستاند باي. لدينا مخرجين، مخرج لتغذية المانبورد، هنا على وضع ستاند باي لدينا قيمته 8.8 فولت، إذا فهذا الفولت فهو كافي لتشغيل دوائر دي سي دي سي لتغذية البروسيسور والرام والاس بي اي إلى آخره، ليكون البورد على وضع استعداد للإقلاع. نعم، في وضع ستاند باي 8.8 فولت. وخرج تغذية الدرايفر ليد، قيمته 68.7 فولت. نعم، في وضع ستاند باي لدينا هذه القيم. إذا لنقوم بتدوينها، بعد عملية الإقلاع بالضغط على زر باور، من المفروض أن أجد كما هو مطبوع على البوردة 13 فولت فاصلة 2 و 19 فولت على خارج تشوبر البور وليس خارج درايفر ليد. نحن فقط نريد أن نحدد ما هي الجهة المسؤولة عن هذا الارتفاع. إذا لاحظ جيدا، لدينا هنا خارج درايفر ليد 234، نفسه المتواجد على خارج دائرة الدرايفر ليد. إذا هل يمكن الحكم على أن هذا الارتفاع سببه مشكل بالباور بريماري؟ طبعا لا، يلزم هنا خطوة أخرى للتأكد من هذا الأمر. هناك كما قلت مخرجين، مخرج 13 فولت في اتجاه المانبورد، ومخرج درايفر ليد الذي وجدناه مرتفع. إذا لدينا مرحلة أخرى يجب القيام بها للفصل في سبب ارتفاع هذا الجهد. إذا هذه هي مخارج تشوبر باور، لدينا هذا المسار في وضع باور أون يكون 13.2 فولت، وهذا المسار هنا لاحظوا لدينا سير هنا بهذا المكان بالضبط، لدينا 2 ديود، ولاحظ الديود الأول فهو مرتبط بخارج الباور ثم يعود ليعطي إلى هذا، بعد هذا الديود بعد هذا التوحيد المسار يرجع إلى تشوبر، يوجد لفات داخل تشوبر ثم بعد ذلك ديود آخر. إذا فهاد الاثنان ديود، الديود الأول فهو مرتبط بخارج الباور، ولكن الديود الثاني فهو مرتبط بدائرة الدرايفر ليد. إذا يوجد لدينا ملف سري هنا داخل هذا التشوبر ولكن تابع لدائرة الدرايفر ليد. إذا يجب قطع هذا المسار والتوصيل مباشرة على خارج الديود الثاني، يعني على زائد مكتف التنعيم، يعني يجب إلغاء هذا الملف السري المتواجد هنا على هذا التشوبر الذي يرفع الجهد، يعني وكأننا استغنينا على ديود وملف. لنقوم بالقياس على خارج الباور للتأكد هل فعلا يخرج الجهد مرتفع أم أنه يكون في حدود 119 فولت فاصلة 7 كما هو مطبوع على الشاصي. إذا تابعوا جيدا، بعد الديود الأول اللي خارج الباور سبلاي في مسار درايفر ليدات لا يوجد لدينا مكتف تنعيم، بل هناك هذا المسار يرجع إلى تشوبر، هناك لفات ملف ثم بعد ذلك ديود
ثم بعد ذلك التنعيم. انا قمت بتمرير كاتود الديود الاول مباشره الى مكتف التنعيم لكي اقيس. اذا لاحظوا لدي في وضع باور اون، يعني الجهاز في وضع تشغيل، لدي مسار تغذيه المان بورد 13 فولت، وهنا جهد 152، يعني على فراغ لا يوجد حمل. إذا لم تصبح لدي 234 فولت، بل أصبحت فقط 152 ولكن على فراغ لا يوجد حمل. في هذا الباور سبلاي جهد خارج اللي تدفعه مرتفع، وبالتالي يجب تحديد من المسؤول عن هذا الارتفاع، لأن هناك ارتباط قوي بين الباور البريماري والدرايفر لين. ولكي نحدد عن الجهة المسؤولة عن ارتفاع هذا الجهد فلا بد لنا من خطة ما. إذا كما لاحظتم فيوجد ملف سري بالتشوبر وهو غير تابع أيها الأصدقاء للباور سبلاي، ولكن تابع لدائرة الدرايفر لين. إذا لقد قمت بعزل بفصل توحيد الباور سبلاي عن توحيد هذا الجهد الذي يرتفع أثناء العملية، عملية رفع الجهد لدائرة الدرايفر لين. قمت بالفصل وقمت بأخذ تنعيم لهذا الجهد الذي يخرج من التشوبر، وفصلته عن الملف السري المتواجد داخل التشوبر. وبالتالي كما لاحظتم لدينا مرحلتين، مرحلة ستاند باي يوجد لدينا تشوبر الوحيد يخرج لدينا جهدين، الجهد الأول والجهد الثاني. في المرحلة ستاند باي يعني اوف، لدى الواجهة منير باللون الأحمر، وفي الوضع اون لدى الواجهة يعني غير ظاهر. لدينا جهد المامبر في وضع ستاند باي 8.85 فولت، وفي وضع اون 13.26 فولت. وجهد خارج الذي يذهب الى الدرايفر لين في وضع ستاند باي 68.7 فولت، وفي الوضع الاون لدينا 152 فولت. اذا لكي نعرف من المسؤول عن ارتفاع جهد درايفر جهد خارج الليدات نتبع هذه الخطه. إذا أيها الأصدقاء، بدون الملف السري المتواجد داخل التشوبر تحصلنا على جهد خارج الليدات في حدود 125 فولت، يعني ما يعادل 119 فولت المدفوع على هذا الباور سبلاي، على هذه البورد. إذا هذا الملف السري فهو الذي يرفع الجهد إلى قيمة كبيرة جدا. بدون هذا الجهد، بدون هذا الملف السري ظهرت عندنا الجهود النظامية. وبحكم أن عدد الليدات هنا فهو 18 24 ليد مضروبة في 6 تعطينا 144 فولت، إذا يلزمني ما يقارب 10 14
ما يقارب 20 فولت لكي تكون الإضاءة مناسبة، وبالتالي ترون تلك الإضاءة خفيفة. لاحظوا الإضاءة فهي خفيفة. نعم، لذلك ترون هذه الإضاءة الخفيفة. إذا بالنسبة للليدات الأصلية للجهاز فهي عددها 18 مضروبة في 6 كم تعطينا؟ إذا الليدات الأصلية للجهاز متواجدة هنا بالحوض الأصلي للجهاز، فهي عددها 3 مساطر وكل مسطرة فيها 6 ليدات، يعني المجموع 18 ليد مضروبة في 6 فولت، لأن الليد هنا 6 فولت تعطينا 108 فولت، يعني تقريبا قريبة من 119 فولت. إذا أيها الأصدقاء، لنقوم بتغيير مساطر الليدات مرة أخرى ونترك الجهاز على هذا الوضع، يعني نشغل الليدات فقط على خارج الكور مباشرة دون ذلك الملف السري الذي يرفع الجهد. وكما قلت بأن هذا الملف هو مرتبط بشيء ما هو الذي يكون سبب في هذا الارتفاع. إذا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى سوف نحدد هذه المكونات المرتبطة بهذا الملف السري، وما علاقتها بدائرة الدرايفر ليد، وما علاقتها بالتحكم في تشغيل درايفر ليد ورفع الفولت ورفع خفض الفولت. إذا تحياتي لكم أيها الأصدقاء.